في ندوة ما لم يقله المغنى، هذه الندوة التي تقيمها مؤسسة بيت الزبير في معرض مسقط الدولي للكتاب. من أهداف هذه الندوة كما نقول دائما تعزيز الوعي الموسيقي، وكذلك التطرق إلى نماذج فنية مؤثرة كرموز للأغنية العربية على مستوى الطرب العربي، كذلك إيجاد جسر للتواصل والتعارف والمعارف بين الفنان والملحن والعازف والشاعر والمستمع والهاوي وصاحب الذائقة الفنية على مستوى الفن العربي. قضينا أيام جميلة في ليلة أم كلثوم وليلة طلال مداح وليلة سالم راشد الصوري، وبالأمس ليلة وردة الطرب العربي وردة الجزائرية. عادتنا في كل ليلة أن يكون هناك فيلم قصير عن الليلة السابقة، سنشاهد معكم فيلما قصيرا في أقل من دقيقة عن ليلة وردة الجزائرية، والتي كان ضيفها الدكتور والموسيقي المايسترو ماجد سرور، وكانت بالفعل ليلة رائعة بحق. أرحب بمعالي محمد بن الزبير بن علي وأصحاب المعالي والحضور الكرام في هذه الليلة الاستثنائية من ندوة ما لم يقله المغنى. والذي يتتبع مراحل هذا الفنان يجد تطوراً ملحوظاً في اختيار نصوصه الشعرية الغنائية وجمله اللحنية الثرية، فنحن أمام ثراء وغنى فني ليس بالسهل، فنحن أمام مدرسة فنية فريدة من نوعها. فليسمح لي أن أطلق عليه لقب فيلسوف الأغنية، ليس فقط لجمله اللحنية أو ثرائه المعهود في اختيار النصوص، بل لثقافته العالية ورقيه في حواراته ومداخلاته وفنه الباقي. رحبوا معي بالفنان البحريني الكبير خالد الشيخ. أرحب فيك أستاذ خالد، ولو أنه هناك في عتب بسيط 20 عام من الانقطاع عن محبيك في السلطنة ليس بالسهل. إحنا زمان كانت توصلنا أشرطة كاسيت، أنا أتذكر شريط كاسيت جدا جميل، كان حفل في حديقة ريام، من أجمل الكاسيتات التي انطلقت في 84-85 واشتهرت في السلطنة بالذات بشكل جدا يعني مؤثر وكبير. أنت أمام محبين وجمهور ليس بالسهل. خليني على طول أسألك عن مش عن الانقطاع، عن هذا الشوق وعن آخر زيارة في عمان ومدى التغير إلى الآن، وكذلك قبل لا أنسى المعروف أنك تعاونت مع فنانين عمانيين كشعراء وكفنانين مغنين في إطار هذا السياق الفني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معالي محمد بن الزبير، أسعد الله مساءك، وأحب أن أهدي إليك باقة من أحر التحيات على هذه الدعوة الكريمة
وأرحب كذلك بسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة دولة البحرين لدى السلطنة. سعيد بوجودك دكتور، حياك الله. وأرحب بعائلتي الكبيرة من الزبير ومن كل الحضور، الإخوة والأخوات الموجودين. ولن أعلق على المقدمة لأنه هذا شعور أستاذ إبراهيم وكرم ولطف منه أن يصفني بهذه الصفات، لكني أقل من ذلك بكثير. بالنسبة للعشرين سنة اللي انقطعت فيها عن الزيارة، يمكن تكون أكثر، هي بس فقط انقطعت من خلال تأشيرات الدخول والخروج في المطار أو في الموانئ، لكنها في القلب لم تنقطع تماماً. يسألني موظف الجوازات في المطار، يقول لي يا أخوي أنت أول مرة تزور عمان؟ قلت له والله أعتقد أنك قبل لا تنولد أنا كنت زائر عمان. قال لي ماني شايف أنك في قلت له للأسف الشديد، بس لأنه سجلاتكم لم تحدث. أحييكم شباب، مرحبا بكم أنهم ترافقوني في هالليلة. وإبراهيم حبيبي أنت قائد السفينة، بالنسبة لتعاوني صحيح رسول، أنا سألت عن التعاون علشان أنا بحاول بقدر الإمكان أني أدمج الأسئلة نظرا لأنه الوقت عندنا من ساعة إلى ساعة ونص فقط، وهذه تجربة ناضجة ثرية يحتاج أن نعرج على محاور كثيرة وأشياء كثيرة جدا. لقد تشرفت بالعمل مع كثير من أصدقاء رافقتهم في مشوارهم، رافقوني في مشواري من عمان. بعضهم توفاه الله رحمة الله عليه، وأذكر الأستاذ حاكم عايل رحمة الله عليه، ومنهم من ما زال موجود يعطي في ساحة النشاط الغنائي والموسيقي في سلطنة عمان. أحييهم وأهديهم محبتي من القلب، وأتمنى إن شاء الله أن تجمعنا الفرص في لقاءات في المستقبل القريب. فترة اللي اشتغلت فيها مع الفنانين في عمان كانت فترة أشرف عليها القطاع الحكومي أكثر منها كانت مبادرات فردية، فكانت من وزارة الإعلام أو كانت من رعاية الشباب. وفي هذه الليلة أيضا أستذكر أحد الشخصيات المهمة اللي أحترمها كثيرا وأوجه لها التحية، السيد خالد اللي أعتبره واحد من رموز الموسيقى في عمان، أحييه كثيرا. ولنا لقاء إن شاء الله قريب مع الأحبة في قادم الأيام. شكرا لحضوركم. أسأل عن تعاونك بالذات مع الشاعر الراحل علي الصومالي. رحمة الله عليه، علي الصومالي تعرفت عليه بالمراسلة، ما شفته في حياتي بصراحة، لكنه بعث لي صوره وكان يبعث لي كثير من القصائد، فغنيت له أكثر من قصيدة، واسمحوا لي أن أقدم واحدة منها نبتديها الليلة، نرفعها إلى روحه الكريمة وإلى أسرته وإلى محبيه، رح يظل إن شاء الله باقي في قلوبنا جميعا. إذا نقدمها الآن لأن الجمهور متعطش، إحنا تأخرنا عليه كثير. يلا. أريد أرحب أيضا بالشباب اللي بيشاركونا على الإيقاعات، الأستاذ القدير أحمد السيابي والأستاذ تركي الهادي. أريد منكم تحية لعمالقة الإيقاع في السلطنة والذين سيرافقوا الفنان القدير خالد الشيخ في هذه الأمسية والسهرة الجميلة. إذن بنسمع من كلمات الراحل علي الصومالي. طبعا ما عملنا تست على المايك، فأرجو من مهندس الصوت انه هو يسمح لنا بان احنا ناخذ 30 دقيقة بس في ضبطة الصوت. اشتغلها بالمذاق العماني.
بسمرة معمورة بعيدة من دون قمرة في ليلة سعيدة من دون قمرة في ليلة سعيدة يلا بسمرة معمورة بعيدة من دون قمرة في ليلة سعيدة من دون قمرة في ليلة سعيدة ولما تعدي أصفق بيدي لما تعدي أصفق بيدي تسليني وأسليك الله يخليك تسليني وأسليك الله 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 يخليك حبيبي لا تشغل البال مهلك حبيبي حبيبي لا تشغل البال سعدي وطيبي وما يشرح الحال سعدي وطيبي وما يشرح الحال مهلك حبيبي لا تشغل البال مهلك حبيبي حبيبي لا تشغل البال سعدي وطيبي وما يشرح الحال سعدي وطيبي وما يشرح الحال أنا لما أشوفك وانظر وصوفك لما أشوفك وانظر وصوفك وتحلى لي ليالي الله يخليك تحلى لي ليالي الله 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 يا نور عيني ويا سلوة الروح يا نور عيني ويا سلوة الروح أتعبني أنيني والقلب مجروح أتعبني أنيني والقلب مجروح يا نور عيني ويا سلوة الروح يا نور عيني ويا سلوة الروح أتعبني أنيني والقلب مجروح أتعبني أنيني والقلب مجروح لك سور عالي ما توصل حبالي لك سور عالي ما توصل حبالي وأنا متعلق فيك الله يخليك وأنا متعلق فيك الله 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 يخليك ويلا يلا بسمرة معمورة بعيدة من دون قمرة ليلة سعيدة من دون قمرة ليلة سعيدة ولما تعدي أصفق بيدي لما تعدي أصفق بيدي تسليني وأسليك الله يخليك تسليني وأسليك الله يخليك شكرا شكرا يعطيكم العافية شكرا شكرا أشكرك أستاذي على هذا البوح العذب يلا بسمرة من كلمات الراحل الشاعر العماني علي الصومالي يعني خليني ماسك عودي أحسن
بنروح شوية على أسئلة. أنا عادة ما أحضر أبدا، أرتجل في كل الليالي، اضطريت في هذه الليلة اللي اعتبرها ليلة وتجربة ثرية أني على الأقل أكتب بعض الملاحظات البسيطة حتى لا أنسى شيء. هذا طبعا تواصلوا معي كثير من الأخوة والأخوات في هذا في هذه الليلة الاستثنائية، لكن خلينا نمشي على السريع ونسأل عن البدايات. المعروف أن البحرين تحمل إرثا فنيا كبيرا، مخزون لحني، مخزون من الثراء الفني في عدد كبير جدا من الفنون، وأيضا أو ما تشتهر به فن الصوت، ويكفينا المثلث الجميل في فن الصوت محمد بن فارس وضاحي بن وليد ومحمد بن زويد والكثير من هذه الأسماء اللي بعدها يوسف هوني والمجموعة العظيمة هذه في هذا المجال. أريد أسأل عن أثر هذه الفنون أو هذا التراث الغني على شخصية خالد الشيخ على المستوى الشخصي والمستوى الفني. نسيت المخزون النفطي اللي توا طالع قبل شوي قالوا لنا عنه. عندنا الظاهر مخزون نفطي راح يطلع إن شاء الله الفال لكم. والأشياء المادية هي التي تسير الفن أيضا يعني. الله يسلمك حبيبي. أنا النشأة من كثر ما تكلمت فيها نسيتها بصراحة، فراح اختصرها سريعا. يعني كانت الأمور أشبه بال خلينا نقول الوجود في المكان الغير مناسب بالنسبة لشخص يحب أو بالأحرى أصيب بمرض اسم الموسيقى في بيئة تمتهن العلم الشرعي، ولذلك كان في نوع من الصراع الخفيف بدأ يتطور، وكان الوالد رحمة الله عليه هو خلينا أقول هو الجانب الإيجابي وأنا كنت السلبي الله يرحمه. كان يريد مني أن أكون كان يبغيني أكون سفير دكتور يعني، بس المهم فحصلت معاندة، والمعاندة هذه أنا بصراحة واصلت فيها ما أقول إلى النهاية لأني ما زلت أتعلم، وحصل احتكاك مع الوسط الفني في الحي في الفريج مثل ما نقول في بعض المعاهد البسيطة في مع بعض الأساتذة، فاغتنت المشوار ابتدى يغتني وينمو رويدا رويدا حتى ما يعني وصلنا إلى الحالة اللي أنا أمامك فيها الآن. أتمنى أني أكون فيها بخير. تأثرت أيضاً بمحمد عبد الوهاب وبعض الفنانين القدامى أتوقع في البدايات بالذات. نعم طبعاً البيئة المحلية بيئة غنية كانت، لأنها ليست بيئة فقط من البحرين، الكويت، وأحيي الكويت بمناسبة عيدهم الوطني، الكويت أغنت الساحة، الكويت أغنت الساحة الخليجية تقريباً بكثير من الذخيرة الغنائية القديمة، وثقت وأذاعت فكانت منتشرة. كنا مستقبلين من العالم العربي جميعاً، لكن الكويت استقبلت وأنتجت ما استقبلته. ظلينا إلى فترة نستقبل فقط، لكن أنا أعتقد أن الحال تغير الآن، أصبحنا نستقبل ونرسل، وعلى المستوى العربي قصدي. هناك أسماء كثيرة خرجت على المستوى العربي، أتمنى أن يظل تواجد أن يظل وجودهم إن شاء الله متألق في هذا المجال. إذا كنا بعد في البدايات، خليني أسأل عن تأثرك ببعض الشعراء، إذا صح التعبير شعراء الصوفية أو في هذه المرحلة، مثل أبي الحسن الششتري. عملت لحن جميل جدا لأحمد الجميري الفنان القدير شويخ من أرض مكناس، وكذلك أيضا أنت غنيت كلما كنت بقربي من أبو الحسن أو من أبي الحسن الششتري. أبو الحسن الششتري التقيت معاه في أحد المكاتب أو بالأحرى التقيت بمعلومات عنه عبر في مجلة اسمها الثقافة الشعبية إصدار القاهرة 1964 في أحد مكتبات البحرين تسمى مكتبة البحرين، لم تعد موجودة الآن للأسف. فأخذت الأعداد جميعها واطلعت على دراسة للكاتب الفلسفة مدرس الفلسفة دكتور سامي النشار، فكان كاتب دراسة
عن أبي الحسن الششتري، ولقيت أنه علي أن أتقمص قليلاً من الجو المغاربي الأندلسي، وهكذا كانت الرحلة مع أبو الحسن. إيش رأيك نتوقف ونسمع شيء عشان نرضي فقط المؤشرين؟ مدام ذكرت أبو الحسن نقول شويخ. يا رأي الله رأيك؟ الله تحية شويخ من أرض مكناس. وأحيي أيضاً أستاذ أحمد الجميري في البحرين، نهديها لك أستاذ أحمد. أيضاً أنا أرحب بمعالي الدكتور وزير الإعلام وبسعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة وبالشيخ أحمد بن سويدان والدكتور جمعة بن علي دائماً حاضرين معنا في كل أمسية، وكذلك بسعادة الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبجمع الشعراء والفنانين والمثقفين والمهتمين في هذا المجال. وأنا أبادل لكم التحية أيضاً، شكراً لوجودكم ولحضوركم الكريم، شكراً. خلينا نشوف بس الوضع ناخذها. تره للحواني يلفتوا له بالعناد، ما أجمل كلامه إذا يخطر بالأسواق، تره للحواني يلفتوا له بالعناد، بغرارة في عنده وعكاكس وعكاس، بغرارة في عنده وعكاكس وعكاس، شوية مبني على أساس كما إن شاء الله مبني، وش علي أنا افهموا ذي الإشارة، كم طول مبين ولا
عبارة إش على حد من حد افهموا دي الإشارة وانظروا صغر سني والعصا والغرارة انظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاسد كذا كان هوني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شوية من الأرض شكرا جزيلا على المشاركة. ما أجملها من بدايات وما أجملها من أغنية. أيضا أنا أرحب بسعادة الدكتور سليمان الحربي سفير دولة الكويت في سلطنة عمان، وفي هذا اليوم أنا شخصيا تشرفت بوضع اللحن الرسمي التي أهدته سلطنة عمان لدولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني من كلمات الشاعر هشام الصقري، وأهني وأحيي دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة وجعلها بإذن الله بلدا آمنا مطمئنا هي وباقي دول الخليج الأخرى. أنا عندي سؤال في مجال الألحان. قبل الله يخليك للألحان بس أحيي الكويت عبر سفيرها الموجود، وسعادة السفير عندنا عصير في البحرين اسمه وجع قلب. الكويت عوار قلب، احنا نسميه عوار قلب. عسى الكويت دائما ان شاء الله سالمه. تفضل حبيبي. على فكره احنا بعد عندنا عصير اسمه عوار قلب منتشر في كل المقاهي، يمكن اذا الهويه كويتيه واخذناها من عندهم. كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم عندما سئلت عن الملحن الكبير رياض الصنباطي، وهو من كان له نصيب الأسد في ألحان كوكب الشرق تلك الأعجوبة الغنائية الفريدة، قالت جملة جميلة جدا، قالت أن رياض الصنباطي لا يلحن الكلمة بل يلحن المعنى. كلام جدا جميل. محبو خالد الشيخ يقولون أيضا أن الفنان خالد الشيخ لا يلحن الكلمة بل يلحن روح النص، يذهب إلى قلب الفكرة، فكرة الكلمة أو فكرة المعنى ويلحنه، لذلك ألحانه باقية. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني، قلت في إحدى مقابلاتك أنك لا تؤمن باللحن التلقائي، يعني إذا طلع عندك لحن على طول أنت ما تؤمن فيه، يجب أن تفصص اللحن، تنتظر انتظار طويل لألا يكون متشابها في بعض الألحان أو ما شابه، مع أنه بعض الألحان أو الأغاني الشهيرة اشتهرت لسرعة ألحانها، أتكلم حتى عن الأغاني الطربية القديمة وليست الأغاني طبعا السريعة. أريد رأيك في هذا في الشقين من السؤال. مدام أنه المعنى في قلب الشاعر كما يقولون، فلن تستطيع ذات أخرى أمام ذات الشاعر إلا أن تقترح هي من ذاتها ما تعتقد بأنه الشاعر يريده أو يعنيه. ولذلك أنا أؤمن بأنه الملحن يجب أن لا يكون تابعاً للحن، أن لا يكون مفسراً أن لا يكون تابعاً للقصيدة، أن لا يكون مفسراً لها، بل أن يضع تحدي أمام القصيدة أنها تكون بعد ما يلبسها اللباس الموسيقي أن تصبح جميلة قابلة لأن تسمع وتردد وتغنى. ولذلك أعتقد أن مساهمات الأستاذ رياض ومساهمات الأستاذ عبد الوهاب ومساهمات آخرين كثيرين هي وضعت ذات الملحن أمام قصيدة، أعطاها بعد آخر، خرج من إطار القصيدة وانتقل إلى مرحلة المؤلف الموسيقي. السؤال الآخر، تلقائية اللحن. التلقائية أحياناً
جميلة جدا مثل ما ظهرت في لنك عظيم وقوي شدت بك راسي يا عبيد لنك عظيم وقوي شدت بك راسي يا عبيد. هذه كانت طلعة تلقائية لم تراجع، بس في نصوص أخرى ابتديت أشك أن هي لما تطلع جميلة وأول مرة فيمكن تكون هي عبارة عن ما تسلل إلى الذاكرة من ألحان موجودة في المحيط، فأخاف أني أنا أستلف استلاف غير واعي من الألحان الموجودة، فلذلك أدقق أكثر، ولذلك لم أقتل التلقائية لكني أصبحت شوية أكثر تدقيقا في الموضوع. هل تضع بعض الألحان قبل النص الشعري؟ هل هناك جمل لحنية كانت جاهزة عندك وبعد ذلك بحثت عن شاعر معين يتناسب مع هذه الجمل اللحنية؟ شايك نغني التجربة هاي؟ أغني التجربة بدل ما أتكلم عنها؟ يا ريت يا ريت. حيوا معنا هالتجربة اللي راح يغنيها بدل أن يتحدث عنها. هي أيضا أغنية لحنها كان جاهز وبعد ذلك بحثت عن الشاعر. ومن خلينا نقول هذه اللحظة، في هذه اللحظة استذكر الأستاذ الكبير الصديق العزيز علي الشرقاوي، وأطلب من الجميع أن يحييه كرما وتلطفا وأن يدعو له بالشفاء العاجل، صديق التجربة. وهذه الأغنية أنا وضعت لحنها مسبقا وهو بنى عليها القصيدة، وأعتقد راح تعرفونها الحين على طول. سافر في ارتفاع الصواري ونشر عك أداري عنك ريح الزمان، ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني للمراكب أمان. سافر في ارتفاع الصواري ونشر عك أداري عنك ريح الزمان، ارجع لي بحبك تراني مثل صدر المواني. والدروب انتهت بك في مكان غريب، اصرخ في الزمن وانا اسمع صرختك في فؤادي حسها لي قريب. يا غايب اذا ضاق صدرك والدروب انتهت بك في مكان غريب، اصرخ في الزمن وانا اسمع صرختك في فؤادي حسها لي قريب. صدري الجزيرة يحلمون الجزيرة حتى طيف وخيال، يرجع تلقى كل السواحل في بلادك تغني يا حبيبي تعال. سافر في ارتفاع السواحل
سفر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري عنك ريح الزمان ارجع لي بحب التراني مثل صدر المواني للمراكب أمان سافر في ارتفاع الصواري ونشر عكاداري ارجع لي بحب التراني مثل صدر المواني للمراكب خلالك. إذا نحن نقدم أيضا التحية للشاعر الكبير علي الشرقاوي، أنت غنيت له أجمل الأغاني عطني وعد وين أوديك ويا ليلة يا ليلة دانا ومجموعة من الأغاني الذهبية. إذا عندما تستحضرك جملة لحنية جميلة ورائعة كهذه الجمل اللحنية، من أول شخص تفكر به أن تسمع هذه الذائقة لهذه الجملة على المستوى الشخصي، ومن أول شخص ربما يستحضرك لطلب منه نص غنائي لهذه الجملة؟ يمكن أفكر بالعكس، من آخر شخص سمع هذه الأغنية. ليه؟ عادة لأنه في اللحظة الآن فقط، يعني اللي أتذكرها دائما أنه هاللحظة خاصة، لحظة التلحين لحظة خاصة. لا أفرح كثيراً بردات الفعل السريعة، أفرح بعد فترة بأنه أسمع الأغنية تردد داخل البيت أو مقطع منها يردد داخل البيت، فأفرح بأنه في جزء من الأغنية التقطته الأذن وأصبح يعني مسيطر خلال فترة على أسماع مثلاً البنات عندي في البيت أو الأهل. فلذلك أعتمد ما تعتمده إذنهم لما يحبوا الجملة، فهم تقريباً هم اللي كانوا أول ناس. آخر ناس يمكن يكون أحياناً الشاعر، لأنه ما يسمع قصيدته إلا لما تنزل في الكاسيت مثلاً أو في الألبوم. إذن هل هناك شعراء معينين، أنا بعدني أعيد السؤال بطريقة أخرى، يعني يستحسنون الذائقة لدى خالد الشيخ لاختيار أشعارهم؟ كيفية اختيارك للنص أصلاً كيف تكون؟ إذا كانت بدون جملة لحنية مسبقة فقط كنص شعري، هل له مواصفات معينة أو هو ما يعجب فقط على حسب سابقاً المتواجد؟ سابقاً كنت يعني كنت أتمرن على دواوين لشعراء عرب ومحليين، وأحاول أن ألحن كميات كبيرة فقط للتمرين والإحماء والتدريب ومحاولة الخروج بجملة. أعتقد أنه هذه كانت فترة مهمة جداً، لأن من خلالها اطلعت على كثير من المشاهد اللي كانت القصيدة ترسمها أحياناً للملحن، وهذه المشاهد عبارة عن شرك، عبارة عن أو البلحنة سوري دكتور محمد شرك، أنا آسف، شرك عبارة عن فخ. فلما يقول عن السماء فتكون تلاحظ اللحن يروح سماء مثلا يروح فوق، فهو عبارة تابع لظل الكلمة أو يكون تحت يروح تحت، أو يعني يحاول قد ما يقدر أنه يخدم على الكلمة. لكني استفدت من هذه التجربة كثيراً. أذكر أنه مثلاً تجربة العمل مع الشاعر قاسم حداد، أحييه كثيراً، شكراً شكراً. قاسم كان مشروع مختلف تماماً، أو بالأحرى قاسم ورطة كبيرة يعني، ورطة فنية طبعاً لا أقصد ورطة. هو أخذني إلى منطقة أخرى من القصائد، إلى مشروع أنجز في البحرين سميناه وجوه، وكان في 95 أعتقد، في 97.
وعملناه في البحرين وقدمناه أساساً على أساس أنه هو معرض تشكيلي للفنان إبراهيم بوسعد، وله التحية أيضاً. وقاسم حداد كتب نصوص متصلة بالموضوع التشكيلي، أنا دخلت بعدهم لأضع الموسيقى أو ما أسميه بالموسيقى. وإذا كان المجال يسمح أحب أن أقدم جزء من هذه التجربة. أكيد. تسلم. يبغي لها ماي عاد، هاي قاسم حداد يبغي لها مو ماي، يبغي لها. قصيدة باسم الهزيع الأخير. سكن تسلم دكتور صح؟ مهندس الصوت بس لو يتكرم بشوية يعلي لي المايك شوية، مايك الغناء. كل هذا الهزيع أخير من الوقت يدعى بلادا ومستقبلا، كله الآن يمتد مثل التراتي، كل هذا الهزيع الأخير من الوقت يدعى بلادا ومستقبلا، كله الآن يمتد مثل التراتي، من مات قبل الطقوس له جنة ومن لم يمت لا يموت في مهب بالنهارات يكبو على التل، هذا هو الطين تحت العذاب، تحت العذاب.
أيها الفارس الرخو هدهد لأبنائك المترفين بأشلائهم علهم يصبرون قليلاً على الموت. قل لأحجارهم إن هذا الهزيع الأخير من الوقت، هذه الجهات الكثيرة محصورة في هزيع من الموت. لو يصبرون قليلا عليه قليلا عليه. شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا. مدام أن أو جبت طارق قاسم حداد، أتوقع أن قاسم حداد هو من نصحك أن تفتح نوافذ أخرى على تجربتك. قلت في إحدى اللقاءات بما معناه كأني غرقت ليست في نافذة بل في نوافذ نصح قاسم حداد. وأيضا نصحك قاسم حداد أن لا تتعامل مع النص بقداسة، بتصلح لي الدكتور محمد شحي إذا في حضرتك، يعني أن لا تتعامل مع النص بقداسة. هنا سؤال، طبعا سؤال عن النوافذ اللي نصحك فيها قاسم حداد، والجزء الثاني أريد أقول في سؤال أين يلتقي الشاعر والمغني أو الملحن المغني وأين يفترقان؟ شكرك عزيزي. قاسم نصحني صح كثيرا كثيرا، لا أتذكر عدد، لا أسميها نصائح، قاسم لا يحب أن يكون ناصح بل هو يعني تلقائي في ردة فعله، وأحياناً يعني يتفاعل تفاعل سريع وذكي، ومش أحياناً، هو دائماً يتفاعل تفاعل سريع وذكي مع ما يصدر مني. نصحني بفتح نوافذ على المشهد الموسيقي وألا أكتفي بالنظر إلى الموسيقى من زاوية أو نافذة أو باب واحد. أما بالنسبة للقسم الثاني فهو بما أنه نصحك يعني أو طلب منك أن لا تتعامل مع النص بقداسة، هنا سؤال أين يلتقي الشاعر مع المغني والملحن أو الملحن المغني وأين يفترق معه؟ طبعا الشعر والموسيقى يعني حبيبان متضادان أنا أسميهم. أحياناً أنا أشوف أنه كما يتحرك ويكتب ويفكر ويشعر ويتلذذ الشاعر بالكتابة، على الموسيقي أيضاً عندما ينظر إلى النص الموسيقي أو إلى القصيدة أن يتلذذ بقراءتها دون المحاولة للوصول إلى الطبقات التفسيرية التي قد تكمن في النص، بل يبحث عن تفسير قد يكون عبارة عن layers طبقات. الموسيقى لا تفسر ولذلك يصعب التحدث عنها. أنا ألتقي مع القصيدة من أجل بدء معركة من الصراع، الصراع اللي هو يتحول في الحقيقة إلى عمل غنائي موسيقي شعري، لكنه يمتلك ذات متكونة من ذوات أخرى يعني متغايرة قد تكون. وأستحضر أيضاً كلمة أو جملة قالها شاعر البحريني ونحيي علي عبد الله خليفة، لما لحنت له قصيدة حزن ليلى طفول، فهو قال لي إن أنا صنعت القصيدة كائن
وأنت صنعت كائن آخر. ولذلك أنا ألاحظ أنه القصيدة خرجت مني كمؤلف ثم أصبحت شيء آخر غير اللي أنا كنت أقصده. ومن حقها أن أيضاً تتلذذ هذه القصيدة بالموسيقى اللي أنت وضعتها، وأكد على ذلك أيضاً في تجارب أخرى قاسم حداد، حيث ترك المساحة مفتوحة للموسيقى أن تلهو، أحياناً قد تعبث بالنصوص. ولذلك حبيت تجربة أنه الكاتب كاتب القصيدة يفسح للموسيقي وليس للملحن أن يتعامل مع القصيدة بالذخيرة المعرفية والوعي اللازم لشبك هذا الشبك أو الدمج ما بين هذه الذاتين والخروج ببعد ثالث فني آخر قد لا يتصل بهما الاثنين لو كانا منفردين. هذا الكلام الجميل يربطني بما أنك غنيت من الشعر القديم وغنيت الموشح وغنيت الشعر النثر وغنيت الشعر الحديث وربما يعني بعض الأغاني التي تميل كلماتها وألحانها إلى الأغاني التراثية. الفنان مارسيل خليفة سألك في إحدى الأيام، أنت قلت في إحدى اللقاءات، أين أجد خالد الشيخ؟ أين تجد خالد الشيخ في ظل هذا التنوع أو هذه النوافذ التي طلب منك قاسم حداد أن تجد نفسك فيها أو تطلع على تجربتها، وأنت ما شاء الله خضت فيها تجارب تقريبا كلها ناجحة؟ احتريت بين الاثنين. أستاذ مارسيل خليفة أيضا له التحية، ولقاءاتنا كانت كثيرة، يعني قليلة لكنها كثيرة الخصوبة في النقاش، كنا نتناقش في مسائل موسيقية ومسائل ثقافية. أنا في لحظة من اللحظات هما قاسم أو مارسيل كانوا يحاولوا أنهم يجدوا ملصق لي، يعني يعنون، يعني أنت تنتمي إلى أي فصيلة من فصائل الموسيقى والموسيقيين، فما لقوا ليبل مثل ما يقولوا. يعني عادة لما تدخل محل الاسطوانات تلاقي مثلا جاز، روك، R&B، فيقول لي أنت من وين من هذه الأشكال؟ لم أثبت على حالة. عدم الثبات خلاني أدخل أحيانا في شجرة مثل ما يقولوا إخواننا المصريين، لكن استفدت كثيرا من الدخول في الاصطدام بالأشجار والأحجار والأنفاق، حتى الواحد يكتشف بأنه بنفسه لذة التجربة. وأفضل أني أظل من غير تصنيف ومن غير ليبل لأكون حرا. وأنا أعتقد أني أصبحت الفترة الأخيرة في 20 سنة على الأقل من 2005 لا أخضع للتصنيف، لأني خرجت من دائرة الإنتاج. أنا أريد أسأل سؤال لكن أتوقع أني لازم أسمع شيء، لأن الجمهور يطالبنا أن نسمع شيء جميل. حيو معي الفنان القدير خالد الشيخ. حاضر أبشر. ضيعوك لا تمرمرني بأمرهم اللي ضاعوا في بحرهم، ضيعوك في موانيهم نسوك لا
تذكرني بسفرهم اللي غصوا في صبرهم. ضيعوني ضيعوني بحرهم. ضيعوك بموانيهم نسوك. لا تذكرني بسفرهم اللي غصوا في صبرهم. ضيعوني ضيعوني بحروفك يلتفت لك في البحور يلتفت لك في البحور. ولو يعدون الثواني لو يعدون الثواني ما لقوا غير حبك انت في سواحلها سطور في سواحلها سطور. لو يطوفون المواني لو يطوفون المواني كل حبل شلت بحروف يلتفت لك في البحور يلتفت لك في البحور. ولو يعدون الثواني لو يعدون الثواني ما لقوا غير حبك انت في سواحلها سطور في سواحلها سطور. ايه انت في العالي مكانك واللي ما جرب حنانك. انت في العالي مكانك واللي ما جرب حنانك في فلك حبك يدور. ضيعوني ضيعوني وضيعوني. حبك انت غيمة سمرة حبك انت غيمة سمرة. مرة تحكي من حزنها ومرة تبكي في الضلوع مرة تبكي في الضلوع. البحر غير السفينة البحر غير السفينة. والبراري مو مدينة والقمر غير الشموع القمر غير الشموع. حبك انت غيمة سمرة. مرة تحكي من حزنها ومرة تبكي في الضلوع مرة تبكي في الضلوع. البحر غير السفينة البحر غير السفينة. البراري مو مدينة والقمر غير الشموع القمر غير الشموع. لا يهمك من يبيعك اللي ما يفهم ربيعك. لا يهمك من يبيعك اللي ما يفهم ربيعك. عمره ما استاهل دموع. ضيعوني ضيعوني وضيعوني. شكرا 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 بارك الله فيكم يعطيكم العافية. أنا أريد أيضاً أقدم التحية للأخ كويتي جاء خصيصاً لساعات فقط يحضر أمسية خالد الشيخ
ويعود إلى الكويت مرة أخرى. الأخ بدر الملا قدم لك تحية، شرفتنا بهذه الزيارة، جزاك الله الخير. أيضا عدد كبير جدا من الشعراء والفنانين حضروا، الشاعر طارش قطن آخر أعمال الفنانة وردة الجزائرية كانت من كلماته أمس عرجنا عليك في ليلة وردة، قدم لك تحية شاعرنا طارش قطن. كاتب عماني معروف تعدى المحلية وصل إلى عمالقة الطرب العربي، الأستاذ فتحي محسن، الأستاذ رائد تجارب، الأستاذ حسن الإسحاق المولع بتفاصيل خالد الشيخ، أنت من أكثر الناس اللي حببني إلى هذه التفاصيل، نرحب فيكم. أستاذ خالد بسألك سؤالين ونعتبرهم سؤالين كذا تجاوب لنا عليهم بصراحة، الأول عادي لكن الثاني أريد إجابته بصراحة، بصراحة خالص. صراحة خالص؟ صراحة خالص. طيب هذه الصراحة الخالصة راح نجاوبها الآن ولا نجاوبها بعد ما تخلص الحفل؟ لا لا الآن طبعا. أوكي. بسأل سؤال يقول: ألا تعتقد أن الموروث أو الفلكلور إذا أعيد إنتاجه سيستطيع التواصل مع الذائقة العصرية؟ هذا الجزء السؤال الأول. الجزء الصريح اللي أريد أسألك إياه عن هوية الأغنية الخليجية في الوقت الحالي. الحمد لله يعني، الحمد لله يعني ما فيها. لا ما في. ما تحتاج. ما تحتاج. ما في إحراج. رغم إني أنا كنت أتوقع سؤال آخر. وهو بجي الأسئلة. وهو متصل بتسمية الفعالية حقيقة. وكنت أنتظر أنك تسألني عنه، أرجوك تسألني. هو على فكرة إحنا عادة عندنا فقرة اسمها عصافير بيت الزبير. نعم. يأتون بسؤال أو سؤالين نخصص لهم إياه يعطونا إياه. اليوم أقول لك هالسؤالين مش عصافير بيت الزبير، ذئاب بيت الزبير. ذئاب. لا لا إن شاء الله كناري. خليها في الآخر كذا. لا إن شاء الله كناري. كانوا كثير حنينين لكن كتبوا سؤالين، يعني هم عادة أسئلته، أنا عادة أرتجل كل شيء لكن أسئلتهم اليوم الغريب أنه ما يمسوا لي، يعطوني مكتوب يعني سؤالين، يعني ما اعرف ايش المعنى في بطن، ما اعرف هل في بطن الدكتور محمد شحي امس او المجموعه اللي معه، لكن بتجي الاسئله ان شاء الله. انا حاضر. انا اعتقد انه ما يسمى بالفولكلور او الاغنيه الشعبيه التي لا يعرف مؤلفها ولا يعرف ملحنها، تداولتها اجيال كثيره عبر فترة زمنية طويلة، قد تغيرت خلال تلك الفترات، لم تصل إلينا كما كانت أنتجت في السابق، بل هي خضعت لعديد من التغيرات. لما وصلتنا اليوم لا نجد أصلها، لكننا نجد ملامح قد تشير إلى أصول قديمة. التعامل بحذر أنا أعتقد، وبفنية عالية وحساسية عالية مع هالنوع من الأغاني، لأنه يعني خلينا نقول لعدم إفسادها، تناولها بما يليق بتاريخها، يليق بحضورها في المشهد الثقافي، في الوعي البشري، في قد بعد 100 سنة نقدم الأغنية التراثية بشكل يختلف عن الآن، لكن أعتقد راح تظل الأغنية التراثية مثل أي قلعة موجودة على الجبال الجميلة المحيطة بمسقط، القلاع يعني إيش راح تحولها في الأخير، هي قلعة بنيت قبل 200 أو 300 سنة، ولذلك أفضل أنه يتم التعامل مع هذه المسائل بحذر. لك تجارب في هذا المجال، إعادة نص غنائي قديم أو لحن أو أغنية تراثية بمستوى متطور من التوزيع، أو هل يعني سيكون لك مثلا اذا لم يكن؟ اشير الى مثل بسيط، يمكن انا ما اتكلم عن التوزيع، اتكلم عن انه مثلا حمامه نودي نودي سلمي على سيودي مثلا، اغنيه متداوله في منطقه الخليج، احيانا تغنى كما يعني بنفس اللحن لكن في بعض التفاصيل، فمره لما قلت حمامه نودي نودي سلمي على سيودي، سيودي راح المكة ويجيب ثوب العكة، هي بهالطريقة، فأنا أدخلت فيها بس شطرة إعادة، فقلت حمامة نودي 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 يا حمامة سلمي على سيودي، سلمي سلمي يا حمامة، مع الحفاظ على النص الأصلي والجملة الأصلية. أي وفقط محاولة الاستفادة من ما تقترحها هي كجملة شعبية،
وعندما تذهب عند موزع، الموزع يستطيع أن يضعها في أي خلينا نقول يضع لها الملابس اللي قد تبدو مناسبة أو قد يفسد الطبخة يعني. وهوية الأغنية الخليجية في الوقت الحالي؟ أنا أعتقد لم يعد في مجال الحديث عن هوية، لأن الهويات أصبحت أصلاً كثيرة. وأذكر مقال للراحلة الدكتورة سمحة الخولي عميدة المعهد العالي للفنون، فنون الموسيقى العالية في مصر الكونسرفتوار، عملت كتيب جميل جداً كانت تقول الآن يكفي أن تضع أغنية وأن تختار لها البهارات، تختار لها أنواع التوابل، أنواع خلينا نقول هذه اللي تنحط الزينة، قد تختارها من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية. وأشبه بذلك على أغنية أغاني الصلصة اللاتينية اللي هي كانت في الأصل أغاني نبعت من واقع فقير، من واقع بائس، ثم الغرب الذي يستطيع أن يسلع ويعمل باكيجينج جميل استطاع أن ينقل الصلصة إلى أقصى القارة، يعني من كل مكان في القارة في الكرة الأرضية، وابتدت الصلصة تعبر عن غير واقعها الذي أنتجت منه. ولذلك أنا أعتبر أيضا الأغنية في الخليج وليست الأغنية الخليجية، إذا كانت اللغة الأغنية الخليجية فهي ناطقة بعدة لهجات، كذلك بعدة مذاقات لحنية، هوياتها أصبحت متعددة، لم تعد مرتبطة بالواقع اللي أصلاً أنتجت فيه، بل أصبحت مرتبطة بالأشخاص القائمين عليها، مدى تطورهم العلمي، وعيهم، فكرهم، اتجاههم، ذائقتهم، وين درسوا، إيش درسوا. فأعتقد أنه هذا الواقع إن كان قبلنا أو لا، لكني أنا أجد أنه هي لم تعد محصورة على هوية معينة يعني. كلام جميل جدا نستفيد منه. سأسألك عن قصة أغنيتين وتختار واحدة منهم يعني للغناء، قصة عيناكي لنزار قباني، وكذلك قصة قديمة وأغنية ربما من أوائل الأغاني التي اشتهرت معنا في السلطنة بالذات، صوت الكمنجة، ألا تسمع ألا تطرب. أنا هذه أول مرة، أنا أول أغنية أسمعها لك في حياتي، وأنا كنت طفل عندي ابن خاله هنا موجود اسمه عبد العزيز الحسني اتوقع موجود، سمعني الكوبليه اللي يقول دعانا حميد للبستان لكن وجدنا الدرب للبستان موذي، ما كنا نفهم لكن كانت عجبتنا كلمه حميد، كلمه بستان، كلمه موذي، كلمه كذا قريبه من القلب ومن الشعبيه والتلقائيه، واللحن كان ولا اروع جمله لحنيه اي طفل، شوف الاطفال كانوا يرددوها. فبالتالي هناك يعني منذ القدم عند خالد الشيخ نجاح منقطع النظير. أنا كنت وقتها في اللفة أرددها أصلاً يعني. كمنجة أغنية تثير البسمة، أما مقطع دعانا حميد فإحنا دعانا الزبير، معالي الزبير، فلا نستطيع أن نقول أن الدرب موذي إلى حيث نكون موجودين إلا من باب الطرافة يعني. من باب أيضاً النكت، هي الأغنية أنا هي مش أغنية، هي عبارة عن فصل كان يشرح أو بالأحرى كان يستعرض ما كتب في الشعر العربي عن الآلات الموسيقية. فلما جاء عند الكمنجة فقال ألا فاسمع ألا فطرب، أو ألا تسمع ألا تطرب لصوت الكمنجة، فليس من جاء عنا كمنجة، وسكت. فأنا ابتسمت وأخذتها ولحنت المقطع ورحت للأستاذ علي الشرقاوي، قلت له علي إيش رأيك؟ علي طبعاً متدفق يعني، أعطاها كمنجة يا نغم حالي وسمير أنقذنا. المهم أنه الإشارة خلينا نقول الأكثر طرافة لاثنين توفاهم الله من أشهر الشعراء وهم أيضا أصدقاء، ويستحق الاثنين منهم أن نذكرهم بكل اعتزاز، الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، والشاعر عبد الرحمن رفيع صديقه القريب. لما سمعوا الأغنية وأنا أغنيها على العود فاقترح الدكتور غازي حط مقطع
أعتقد هو اللي حط المقطع الأول، دعانا حميد للبستان لكن وجدنا الدربة للبستان موذي، فرد عليه رفيع فقال له فقال البعض إن الدربة هذا وقال البعض إن الدربة موذي، فكملوها. لم أعلن عن ذلك في الشريط طبعا في الألبوم، لكن أعلنها فقط يعني استحضارا للمناسبة وأيضا استحضارا لذكرى معزتهم على قلبي. وأعتقد أن هم يعني فقدنا، أعتقد أني أنا فقدت شخصين صديقين إلى قلبي، أتمنى أن يرحمهم الله. وأبتدي بكمنجة مدام قلت ال... طيب بالعكس هذا شيء طيب. طيب أتوقع ممكن الجمهور يردد الكوبليهات الأخرى، بس أنت أبدأ بأول جملة من الكوبليه. ما شاء الله عليهم كلهم مستحضرين الكلمة واللحن. طيب ما علي، بنروح لعيناك، بنروح ما بننسى عيناك أبداً، أكيد تجربة فريدة مع نزار بدر. ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، فليس من راح عنا، فليس من راح عنا، راح عنا راح عنا راح عنا. يسري في روحي ألا هز الوتر يغسل جروحي، كمنجة يا نغم يسري في روحي ألا هز الوتر يغسل جروحي. إذا صحتي تقول الدنيا روحي، إذا صحتي تقول الدنيا روحي، وأقول يا ريت هالعالم كمنجة. ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، فليس من راح عنا، فليس من راح عنا، راح عنا راح عنا وراح عنا كمنجة. أنا والله بين الأحالي أدور في البحر ينبوع حالي، أنا والله بين الأحالي أدور في البحر ينبوع حالي، كمنجة يا نغم ماضي وحالي، كمنجة يا نغم ماضي وحالي، من الأشواق هواك منجة. ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة، فليس من راح عنا، فليس من راح عنا، راح عنا راح عنا راح عنا. دعانا حميد للبستان لكن
وجدنا الدرب للبستان مودي دعانا حميد للبستان لكن وجدنا الدرب للبستان مودي فقال البعض إن الدرب هذا قال البعض إن الدرب هذا وقال البعض إن الدرب مودي ألا فاطرب لصوت الكمنجة ألا فاسمع ألا فاطرب لصوت الكمنجة فليس من راح علينا فليس من راح علينا راح عنا راح عنا راح عنا كمنجة بارك الله فيكم شكرا شكرا بارك الله فيكم شكرا احنا وعدنا الجمهور بقصة عيناك لنزار قباني ومخاض هذه الأغنية والقصة الجميلة من أول ما وصلنا والجمهور يصرخ عيناك يا عيناك يا عيناك سريعا بالنسبة لعيناك كان في زيارة للشاعر نزار قباني رحمه الله تحية كبيرة للشاعر نزار قباني إلى البحرين في 94 عند بعض العوائل في البحرين طلبوا مني أن سمعوا كان الأغنية وأنا كنت أعزفها فطلبوا مني الحضور لعشاء كان عازمينه الأستاذ نزار وكان أيضا الدكتور غازي موجود دكتورة صباح سعاد الصباح كانت موجودة فما كان يدري أني راح أغني قصيدة له فجيت وغنيت وأنا أغني كان مفروض أن تكون هناك في كاميرا تصور حركات الأستاذ نزار كانت حركات في غاية الاندماج وبعدين سألني اللي سجلتها قلت له لا والله أستاذ ما سجلتها انتظر منك يعني تعطيني ايه ايه سجلها سجلها فسألني طيب لشو لغيت أول أبيات من القصيدة يعني شو ما عجبوك قلت له لا والله عجبوني بس يعني أنا ابتديت لا 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 لازم تسجلها من أولها طبعا أنا ما سجلتها من أولها فهذه تقريبا قصة عيناك رغم أني أنا كنت تقريبا اشتغلت عليها في 79 لماذا تعلق الجمهور بعينك؟ متعلقين فيها بشكل كبير جدا. ليش؟ هل لأنها نص لنزار النزار قباني مثلا قبل اللحن؟ ما أدري يسأل الجمهور ليش؟ لأنه في كل مكان إحنا من أول ما أعلننا قبل يمكن كم يوم أنك بتكون موجود يعني باتت تتردد بعض الأغاني على مسامعنا حتى في الممرات في كل مكان من ضمنها عيناك يا عيناك يا عيناك. بعض الأسباب اللي ممكن تذكر سمعتها من لبنان من سوريا بالذات لبنان لبنان كانت تذاع الأغنية فيه وكانت تسمع على المتاريس أثناء الحرب الأهلية على قولة اللبنانيين تنذكر ما بتنعاد فكانت الأغنية تسمع عند جميع المقاتلين وكانت كاسيت فلما أروح لبنان الآن مثلاً يقولون يعرفوني لما يعرفوني إلى أحد يقول له بتعرف عيناكي فبيقول أكيد في حدا ما بيعرف عيناكي طيب بتعرف مغنيها ألا طبعاً ما بعرف مغنيها يقول لك هو خالد الشيخ فالأغنية الوحيدة اللي عرفت يعني تعرفني تعرف الناس بي يعني فلذلك أغنية اعتبرها بعدين هي طبعا جيل نزار وكتابة نزار ومناخات نزار كانت تأثير النص يعني تأثير إيه؟ النص تأثير كبير جدا إيه إلا الكأس العاشر لأني أنا يعني أعتذر بس مضطر أني أقول أني أنا غيرت الكأس إلى القدح رغم أني أنا لا أتناول الكأس ولا القدح وهو كاتب القدح العاشر وانا اعتقد يا ابراهيم يعني انا من ربع قدح ممكن اروح فيها يعني
فلقيت القدح ثقيلة شوية فقلت الكأس، فقال لي طيب كيف، بعدين سألوني طيب كيف تؤنث تقول الكأس وهي مؤنثة وتقول والكأس العاشر أعماني، وهي يفترض أن تكون والكأس العاشر أعمتني. قلت يا جماعة يجوز للمغني ما لا يجوز للشاعر. هذه قصتها تقريبا. اسمحوا لي أن أقدم لكم جزء دائما متعود أني أقدمه. شكرا جزيلا. إذن فلنستمع إلى كأسا من الطرب الأصيل بصوتك الشقيق. فأنا لا أملك في الدنيا إلا
سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الشطان، سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الشطان. أأسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني، أأسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني. سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الشطان، سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الشطان. أأسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني، أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني. يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني، يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني. قصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا في عقمة شعر أسباني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا عتمة شعر إسباني. يا حبي الأوحد لا تبكي، فدموعك تحفر وجداني. يا حبي الأوحد لا تبكي، فدموعك تحفر وجداني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، أنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا شكرا أستاذ خالد. خليني أروح للأسئلة اللي اتفقت معاك عليها، اللي هي الأسئلة المكتوبة من طاقم المؤسسة أو يمكن من شخص أنت تعرفه. نعم. على حسب سؤالي إن هم مكتوبين لي يعني. هنا يقول السؤال، يقول طبعا من مقولة الغورو نانك، وهو معروف مؤسس علم السيخية ومؤسس سيخية وهو محب للمسلمين أيضا، عاش مع المسلمين فترة طويلة، يقول: حبة القمح التي ستجد ملجأ في قلب رحى الطاحون ستنجو. السؤال يقول: هل على الفنان سواء كان رسام أو شاعر أو مغني البحث عن قلب رحى الطاحون، أم الاستسلام لمتعة الدوران مع الرحى بحثاً عن الغناء من أجل الفكرة؟ أعيد السؤال ولا؟ لا خلاص صار مفهوم السؤال. هو لو سألت إسحاق الموصلي أو إبراهيم الموصلي في العهد العباسي
اللي قال إن شاء الله لا تخوني الذاكرة، أعتقد هارون الرشيد قال له والله لو أنه الناس ما رح يتكلموا لوليتك القضاء، من كثر حكمته وكثر فهمه وتفقهه، برغم أني أنا أختلف معه في جوانب يعني خلينا نقول تاريخية، منها أنه كان عنده يعني تاجر في سوق النخاسة. يعني على العموم أنا أشوف أنه أنك تكون جوا المطحنة وتنجو يعتمد على الوقت اللي تكون فيه جوا المطحنة. يعني إذا كانت المطحنة هي بالنسبة للفنان فيفترض أن تكون المطحنة هي القلق الفني، لكن عندما يكون أيضاً الفنان إنسان فينتقل القلق من القلق الفني إلى القلق الوجودي اللي يتعلق بحياته. لذلك أعتقد أنه ما تبقى من هذه الحبة الجالسة أمامكم بعد دوران الرحى تبقى منها قليل، لأنه عانيت الاثنين وأنا لا أشتكي، أنا فقط أوصف حال، وحالي أنا حال كثيرين ليسوا في المجال الفني فقط بل في مجالات أخرى أيضا من الحياة. فالفنان لما يكون عنده فلوس أوكي وتدور الرحى ما عنده مشكلة، لأنه هو رح يظل بعيد عن الرحى، المقصود فيها الرحى الحياة، رح يظل في رحى الفن لن يهرس بل رح تتجدد هذه الحبة دائما. لما يكون في مهراس الحياة ورحى الحياة أي خلل أو إصابة قد تكون في مقتل، ولذلك أقول أن الإصابة اللي لحقت بالفنان والأديب والشاعر علي الشرقاوي لم تكن إصابة بسبب قلقه الفني ولا بسبب أنه هو انهرس فنيا، لا، هو بسبب واقعه المعيشي ينهرس فنيا ووجوديا. علي أنا صديقك أحبك، أتمنى لك أن تقوم بالسلامة، وأتمنى أنه الكثير يعرف ما معنى قيمة أن يكون في البحرين شاعر اسمه علي الشرقاوي. رغم أنك جاوبت جواب وجودي كوني بعيد عن الغناء من أجل الفكرة، لكني أنا من فلسفتك الجميلة هذه أتقبل الإجابة بكل استفادة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني والأخير أيضا من طاقم المؤسسة طبعا، السؤال في بطن الشاعر والجواب في عقل خالد الشيخ. يقول السؤال، يقول حضرة عناية خان من في كتابه تعاليم المتصوفين: أنا لا أجرؤ على التفكير بأن أرفع عيني لكي أدرك صورتك المنيرة، إني أجلس بخشوع عند بحيرة قلبي وأتأمل خيالك فيها. بعد هذا العمر الفني وحين يجلس خالد الشيخ أمام بحيرة قلبه، ما هي الخيالات ولمن التي يتأملها خالد الشيخ بخشوع وبمحبة وبشجن في بحيرة قلبه الصافية؟ قلبي صافي، ما أعتقد قلبي صافي إبراهيم، ولا شعري ولا هامور ولا كان عاد مثل ما يقول. أقله صافيا من هل عذب؟ لا، أنا أعتقد أنه مش بالضرورة أنه نكون لا نعاني على أساس ننتج فنا، لا، الحياة أصبحت مختلفة ضاغطة، لم يعد للبحيرات ولذاك المزاج البيتهوفن، مزاج بيتهوفني يخرج إلى الطبيعة ليصنع سيمفونية. الآن أصبحت هناك مصانع لصناعة الموسيقى، مصانع تصنع موسيقى بلاستيك،
تصنع برامج، تصنع أصوات، تصنع. أنا افتقدت كثيراً اللمسة الشعرية اللي أنت تتكلم عنها صديقي إبراهيم، أشعرها زمان لما كنت أسافر إلى البلدان اللي تذكرني بهذا الكلام. لكن في واقع عربي ضاغط ومطحون صار لنا 8 إلى 10 سنين، ما أعتقد أن جراح كثيرة ستندمل خلال عمري أنا، منها جراحي أنا، لأني أنا أتأسف على ما حصل، وأتمنى أن تنتهي معاناة الكثير الكثير من شعوب هذه المنطقة، بعيداً عن كون الفن أو الأغاني اللي أحياناً الواحد يسمعها في التلفزيون، بس في معاناة حقيقية إنسانية تعيشها المنطقة. من قلبي أتمنى أن نخرج جميعاً من هذه المقصلة وبحر الدماء إلى ضفاف السلم، إلى حيث تنتهي الحرب، الانتصار على الحروب، حيث الإنسان سواء فنان أو غير فنان يستطيع أن يعيش إلى ببقية عمره، أو الأجيال القادمة أن نعدها بمستقبل أفضل. هذا هو، هاي الضفة اللي أتمنى أن أنتقل إليها بصفاء، وأن ينتقل إليها تنتقل إليها الأجيال القادمة، وأن يساعد الله في شفاء من تألم ومن فقد ومن ضاع ومن تغرب ومن لجأ. اللهم آمين. شكرا جزيلا. دعوات مستجابة وصادقة بإذن الله تعالى. لو أني كنت أظن أن إجابتك بتأخذني بشكل عاطفي عن لمن الخيالات ولمن القرب، لكني أتركك وأنت حر في إجابتك. إحنا وصلنا طبعا إلى المرحلة الأخيرة نظرا لضيق الوقت، وإحنا في ختام الدقائق الأخيرة لمعرض مسقط دولي للكتاب. طبعا الحديث معك ذو شجون، أنا بسأل سؤالين وبستمع إلى أغنية أكيد، بسأل سؤالين كذا على السريع. قلت في إحدى المقابلات أن عبد الله رويشد صوته بيوحشني. أنا أريد أسأل من الجيل الحالي من الفنانين، من خالد الشيخ، من يستسيغ كذائقة فنية من الجيل الحالي غير عبد الله رويشد؟ أنت لحنت له في إنتاجه الأخير لحن جميل جدا، ومن أجمل الألحان من وجهة نظر الشخصية اللي لحنتها للرويشد لحن خالد لأغنية لمني بشوق وحضني، يعني حقيقة من أروع ما سمعنا من جمل لحنية في ذلك اللحن. من يشقيك من الجيل الحالي من الفنانين، ومع من تتمنى أن تكون قد غنيت كلحن، يعني كملحن أنت تمنيت أنه يلحن لك خالد الشيخ، وخالد الشيخ تمنى يلحن لمن من الفنانين؟ أسئلة خاصة كذا بشكل سريع. أبتدي من الأخير. كان في تحت إيدي تقريبا كتاب الشعر الصنعاني لمحمد عبدو غانم، وكان تحت إيدي قصائد كتب المحضار رحمة الله عليه، وكنت كل ما لحنت أغنية أكتب عليها اسم المغني. كثير من صفحات الكتاب كان مكتوب فيها أبو بكر سالم رحمة الله عليه. أبو بكر سالم ما ظهر منه أعطاه ورحل، لكن ما بطن سيظل عميق جدا، لأن الواحد يوصل إلى قرار ويكتشف ماذا فعل هذا الرجل الفنان في حياته. ثم أنتقل إلى عبد الله رويشد. عبد الله رويشد دائما يوحشني، والوحشة من الوحشة، والوحشة من الوحش. عبد الله أنا أسميه وحش مفترس، ولذلك أنا تعودت على صوت عبد الله يفترس الحروف، يفترس المناطق الصوتية. فصوت عبد الله من الأصوات اللي تحتاج لها تكون دائما حاضرة وموجودة. في كثير من الأصوات اللي رافقتني ورافقتها، وأخص بالذكر طبعاً صديق عمري وحبيبي وأخي الكريم عبد المجيد عبد الله، وأخص أيضاً بالذكر الكثير من أصدقاء المرحلة
عبادي الجوهر أنا صديقي لكني لم أتعامل معه، الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله دائما. أحيي جميع أصدقائي اللي تعاونت معهم، شعراء كثيرين، مغنين كثر، وأيضا أحيي الجيل الجديد أيضا يقدم محاولات، يحاول أن يصل إلى أسماع الجيل الحالي. إحنا دائما ما نظلم الجيل الحالي بأنه أنت ما تعجبنا لأنك ما تشبهنا، بس هو في الحقيقة يشبه نفسه، يشبه جيله. لنعطي الفرصة للأجيال، للمغنين والفنانين أن يعبروا عن نفسهم، عن جيلهم، ويطيحوا ويقوموا تعثروا، لكن في الأخير دائما راح يستطيعوا المشي. أتمنى لهم دائما إن شاء الله النجاح. هل صحيح أن عبد المجيد عبد الله يستشيرك في معظم أغاني أو جمله اللحنية؟ سمعنا أنه سؤال شخصي هذا، سمعت أنه يعني كل ما وجد كذا شيء طيب من الجمل اللحنية اتصل بخالد الشيخ على طول. لا أنفي أن عبد المجيد يتصل فيني دائما، يسمعني حتى أغاني يعني، بس مش علشان الاستشارة. الله يذكرك بالخير يا عبد المجيد، ما راح أقول تعليقك. السمع قبل الإنتاج يعتبر استشارة؟ لا، هو يسمعني ويعلق، وأترك تعليقك يا عبد المجيد للأجيال. أحييك عبد المجيد دائما، سمعني الله يخليك. سؤال أخير قبل ما نروح لأغنية الختام، أنا عندي نقاط كثيرة جدا ومحاور ما قدرت يعني أحويها في هذه الليلة، لأني مثل ما قلت في البداية يعني فيلسوف الأغنية وجهة نظري بدون تعليق أستاذ خالد. أريد أسأل السؤال الأخير، كان ودي أسألك عن تجربة سماوة وعن بعض الجمل أو الأشياء العائلية في البيت، لكن خليني نظرا لضيق الوقت أسألك عن هل تعتقد أن الفنان خالد الشيخ في هذه المرحلة بالذات يغني للنخبة؟ آخر سؤال. سألوا أحد الفنانين فبس كان إنجليزي، طبعاً أنا استميحكم عذراً، أنا في الإنجليزي مش فطحل ولا أعرف، لكن كان السؤال Do you sing for us or do you sing to us؟ فاكتشفت أنه لا for us ولا to us، أنه أن إحنا كما يقول المصريين إخواننا إحنا بنغني عليكم، ليس لكم وليس من أجلكم. التواضع منك بعد هذه الفلسفة الغنائية الجميلة في تجربتك. نستمع إلى وبشكل سريع إلى مقطع غنائي أخير، ولو أن إحنا حقيقة يعني لن نختتم بكلام عنك أو بوداع، لأننا على أمل أن نسترسل معك في حلقات قادمة وفي لقاءات قادمة، لأنك بشرتنا بالخير بتكثر زياراتك إلى عمان، فخلينا إحنا يعني نختتم بشيء نعتبره معلق لتكملة أخرى أو لتكملة ما. مدام هو يا معلق بحبل الحب ومعلق بحبل الحب، معلق بحبل الحب، أنا راح أقول أغنية غير الثنتين أيضا لها. علي أن أعترف أصلاً مدام هي الأغنية الأخيرة أنني لم أكن مجيداً إلى الدرجة اللي ترضيني الليلة، بالذات في عزف العود وفي الغناء، لأني لم أتمرن من فترة طويلة لا على العود وعلى الغناء. أشكركم على تقبلكم كثير من الأخطاء اللي حصلت الليلة، ويعذرني كل من سيستمع إلى حفل الليلة. شكراً جزيلاً. Thank you.
قلبي وتر وينك يا عازف عود جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود أعزف نغم للبدر يمكن تراه يعود وشوف حالي الذي من شوقه صاير عود وشوف حالي الذي من شوقه صاير عود جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود أعزف نغم للبدر يمكن تراه يعود ويشوف حالي الذي من شوقه صاير عود ويشوف حالي الذي من شوقه صاير عود. لحن يا وفي يغسل شقا حالي في الريج مايل البحر من ضربتك حالي ويلا اعزف لحن يا وفي يغسل شقا حالي في الريج مايل البحر من ضربتك حالي حول أراضي العشق حلي وترحالي من غاضك طعم الهوى مهما جفا بيعود من غاضك من غاضك طعم الهوى مهما جفا بيعود جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود أعزف نغم للبدر ممكن تراه يعود وشوف حالي الذي من شوقه صاير عود وشوف حالي الذي من شوقه صاير عود. وما تعبت قوافلنا نمشي كأن الروح بالأفراح تنسكب الملح في الماء ونحن البحر أجمعه إن جفت القطرات ما جفت بنا السحب تعب المدى حزنا وما قوافلنا نمشي كأن الروح بالأفراح تنسكب الملح في الماء ونحن البحر قلبي وتر وينك يا عازف عود جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود أعزف نغم للبدر يمكن تراه يعود وشوف حالي الذي من شوقه صاير عود وشوف حالي الذي من
الله فيكم، شكرا جزيلا. على أنغام أشهر الفنون الخليجية، فن الصوت الخليجي العريق، نختتم آخر محطة غنائية مع الفنان القدير خالد الشيخ. في الختام يتفضل الآن معالي محمد بن الزبير في وقفة تكريمية للفنان خالد الشيخ. تحية كبيرة للفنان البحريني القدير خالد الشيخ. بإذن الله سنلقاكم غدا في ليلة أخرى ما لم يقله المغنى مع بليغ الطرب العربي الفنان والملحن بليغ حمدي، وتجربة فنية رائدة، واستضافة الدكتور ممدوح الجبالي في هذه أو في تلك الليلة التي ستكون متميزة بإذن الله تعالى.